بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 17/2/2013، والساعة 9 صباحا، وهذا أخيكم أبو ماهر بقطع في رغيف خبز طلياني للعصافير في حديقة الدار، خليهن ياكلن ويتبحبحن. درجة الحرارة تحت الصفر برا، أما هنا الحمد لله التدفئة شغالة، ومش بحاجة لجاكيتات وفانيلات وجرازي. طيب هذا واحد، وكمان من هذا الرغيف. اللي بيطعم الله بيطعمه، وإطعام الطير صدقة، مش بس الطير لحاله، وهي كمان نحط لهم بيجل. هلا بتجمعين في هذا البرد، هوا 29 فهرنهايت. كمان وحدين. طيب هذا مع زبيب، هذا تحلاية. اوكي، يعني بروح اوصل جاري لاري تيشتري اغراض من الدكان، وفي طريقي بجيب معاي البيجل. هذا من امبارح ضلينا حطيت لنا كثير، وكنت مشغول في مع الجماعه اللي كانوا يركبوا لي فيها الواحد جبصين زي ما انتم شايفين. هذا اللون الازرق والاخضر الواح جبصين اللي هي ضد المي، يعني اغلى ب4 دولارات عن هذا، ولكن مميزاتها انها قال ايش؟ ضد المي. لكن في العاصفة هذه ما كانش شيء ضد المي، حتى الحديد انهرب. اوكي، هاي الجردل عبيته وطالع ان شاء الله ارش للعصافير، خليهن يتبحبحن ويفطرن في هذا الصباح. يا الله والله برد، لكن الشمس حراكة. يلا تفضلين. يا رب يهون علينا.